ليالي فاس ذكرتنا بمدينة فاس العاصمة العلمية، عاصمة القرويين، عاصمة العلماء، عاصمة المجد، عاصمة الثقافة. ونرجع الآن إلى بنت البلد، بما أننا نخاطب المرأة ونخاطب الأم، وكما قلت نتكلم الآن عن بنت البلد، بنت بلدنا، لكن هذه المرة باش ما نكونوش في المغرب، حنا غنمشيو لمصر. محمد عبد الوهاب بنت البلد كتعزفونا بزاف، سمعوا ليها بنت البلد. حبيب الجماهير، كيفاش ما نغنيوش حبيب الجماهير؟
والملك ديالنا مؤخرا حطنا في واحد تاريخ رائع جدا، وحطنا في موقف ممتاز جدا، وجعلنا نكون متعلقين في العالم العربي والإفريقي والعالمي. لما لا تصفيقات على محمد السادس رحمه الله. إذن واش هذا ماشي في الجماهير؟ هذا اللي يخلي الموظفين يخدموا الإدارة، هذا اللي يوسع على حقوق الإنسان، هذا اللي يوسع على حقوق الكوفي، هذا اللي يوسع على حقوق المعاقين، هذا اللي أعطانا فتح بزاف ديال المشاريع كبيرة وكبيرة 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 بزاف. وما نقولكمش يعني من 1999 إلى اليوم تمشينات و يعني مراكز معاهد مؤسسات كبيرة. فحبيب الجماهير صديق الملايين، أحب من أحب وكاره من كره. خديم الجماهير
Come on.